قام محمود توفيق وزير الداخلية بتوديع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والوفد الأمني رفيع المستوى المرافق له بمطار القاهرة الدولي، حيث أعرب وزير الداخلية السعودي عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية وأثنى على ما شاهدوا من قدرات وإمكانات تقنية بقطاعات الوزارة التدريبية المختلفة وتطلعه لتعزيز علاقات التعاون القائمة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية على ما لمسه من حفاوة الاستقبال.